بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دندوناتي الوفيات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو. نتمنى لكم يوم سعيد وحياة اسعد ان شاء الله. المقدمة اللي عمري ما استغنى عليها ولفتوني بها ولات ماركتي المسجلة. اليوم البنات جيتكم بهذا لا فيديو، راح نوريلكم، يعني انا قلت لكم ما كاش حاجة مستحيلة في الخياطة. هذا شوفوا معايا، انا هذه المخده وساده الرضاعه جابتها لي وحده، هذا ماشي الباترون تاعي انا. من بعد ان شاء الله راح ندير لكم فيديو على الباترون تاع الوساده تاع الرضاعه تاعي اللي نخدمها. جابت لي هذا الموديل وقالت لي خدمي لي عليه. انا اليوم واش راح نوري لكم انا كيف راح نخيط عليه على هذا النموذج. هكذا البنات، يعني ما كاش حاجة مستحيلة، مالغري ماشي خدمتي وماشي الباترون تاعي اني نقدر نخيطو. فوالا، شوفوا مليح كيفاش جاية هذا المخدة، هذا الوسادة. هنا راهي بالترشيف كامل ساير داير، خلاص. هنا الا لاحظتوا هنايا راهم دايرين لها تلقيمة، شوفوا معايا مليح، هاوليك راهو هنا قطعة من القماش، هاوليك زايدين لها هنا قطعة من القماش. شوفوا كيف الشكل نتاع هذه القطعة، راهي مسودة، ولكن طبعا هي جابت لي كلش انا. شوفوا معايا مليح كيفاش مزايدين هذه القطعة، هذا قماش نتاع الترك. شوفوا هاي ليك القطعة، هاي ليك في الوسط، هاي ليك حتى للنهاية هكذا. وهنايا راهي بالسنسلة، السنسلة هذه قلنا نشرو السنسلة اللي تتباع بالمترة. انا راح نديرها لها طبق الاصل مادام قالت لي خدميها لي هكذا، وجابت لي هذا القماش نتاع الفيتنام. هذا خياتي، انا اول حاجة اللي راح نديرها وشنو هي خياتي، شوفوا معايا مليح. خلينا متشرشيف، الترشيف هو التالي. انا كنت حابه ندير لها لون مغاير، ولكن طبعا هي نسات ما جابت ليش اللون الموحد، اللون الايني نتاع القماش. قالت لي ديري من نفس القماش. انا واش راح ندير البنات، راح ناخذ القياسات نتاعي. شوفوا معايا هنا، طبعا هنا قالت لي الزبونه نديرها ناقصه على هذا الوساده، ناقصه باصبع واحد، حوالي واحد ونص حتى 2 سنتيمتر. مانيش راح نديرها قدها سوا، راح نقص عليها 2 سنتيمتر. انا راح نقيس هنا، طبعا راني صايبه فيها 25 سنتيمتر بلا القطعه اللي هي زايده هذه اللي قلت لكم، هذيك التلقيمه اللي مزايدينها هنا راهي 26. هنا يعني اكو على بالكم كل ما نقتربوا من القاعده هنا راح ينقص العرض نتاع الوساده. فوالا هاليك هنا 24 وهنا 20 سنتيمتر. خلاص انا واش راح ندير الخياتي، شوفوا معايا ثاني القياس الاخر اللي رايح نديرو، راح ناخذ القياس نتاع هذا التدويره. علاش هنا البنات واش نديرو؟ شوفوا هو باش ما تتلف لكمش، ديروا الميترة حطوها واقفة هكذا هكذا، حتى لهنا لقيت فيها 58 سنتيمتر. انا هكذا لقيت 58 سنتيمتر. راح ندير مستطيل طول تاعو 58 سنتيمتر، والارتفاع نتاعو راح نفتح هنا، هذه اقصى عرض هنا في القطعه هذه اللي هو 5 سنتيمتر. طبعا مع الخياطه راح تكون 7 سنتيمتر هذه القطعه. اذا ندي المستطيل تاعي الاول فيه 58 على 7 هكذا، رانا متفاهمين. هاوليك القماش بزاف شباب القماش هذا، راح نحترم الاتجاه نتاع الغيوم اللي فيه هكذا. بون مادام
حتى الترشيف راح نديرو من هذا ال راح نحسب 58 فوالا راح نحسب 7 سنتيمتر هكذا. دوك تشوفوا مليح كيفاش راح نديرها. كما راكم تشوفوا معايا خياتي، هاي ليك القطعه تاع 58 سنتيمتر على 7 سنتيمتر اللي قلت لكم ديروا بها التلقيمه، راني طويتها على 2 هكذا، طويتها على 2 نزيد نطويها على 2 كما راكم تشوفوا، كان طويتها هكذا دوك نطويها هكذا هكذا على حسب الشكل اللي راهو عندي هكذا فوالا. هنا وراي المترا هنا راح نحسب منا ندخل بربعة سنتيمتر ونطلع بواحد سنتيمتر، نزيد من هذه النقطة نحسب 4 سنتيمتر أخرى ونطلع بأربعة سنتيمتر. علاش البنات نطلع باثنين سنتيمتر عفوا، علاش درت هذه الخطوة، درت هذه الخطوة باش يجيني التناظر فقط. وراح نجيب هذا المسطرة اللي كامل تعرفوها تاع الخياطه، البيروكي تاع الخياطه، راح نجيبو هكذا، هاي الجهه المفتوحه من الفوق وراني من الجهه المغلقه منايا كيما طويت، راح نجيب البيروكي تاعي هكذا، راح نحوس على النقطه اللي تلاقي لي فيهم كامل هادو النقاط هكذا. راح نقطع وتشوفوا النتيجة اللي خدمت بها. هذا اللي تشدوها بليزيبان الاول خير هنا. واش ندير خياتي، راح نطوي القطعه نتاعي هكذا، هذه اللي ما تعرفش تخدمها علاش لازمني نخيط كيما هي البنات، على خاطر عندها الغلاف، عندها التعميره نتاعها، هذا المخده عندها التعميره، ما لازمش اني تجي كبيرة ولا لازم تجي نفس الشكل، ما نقدرش دروك ندير لها انا باترو من راسي وهي عندها التعميرة نتاعها. انا خطرة اخرى كي نخدم كلش انا ونبعثها للزبونة، مفهوم؟ راني طويتها على 2 علاش باش ندي غير ابوبخي، ابوبخي ندي القياسات نتاعي فوالا. راح نطوي القماش نتاعي هكذا، راح نطويها على 2 كما راكم تشوفوا، راح نحطو هكذا نسويه مليح هكذا. راح نجيب القطعة اللي مطوية نحطها على الجهة المطوية. طبعا هنا البنات حذاري، لازم القماش يكون على 4 باش تجي الوجه تاع الوسادة والظهر نتاعها يجو سوا سوا.
راح نحط الوسادة مقابلتني هكذا. للأمانة هذا الباترون قلنا ماشي نتاعي البناء، هذا باترون ماهوش نتاعي. خلاص هنا شوف راح ندي غير الاثر نتاع هذه الوسادة. ها نرفع، انا رفعت هذاك الترتيب هنا هكذا، راني نرفد غير في الترتيب. طبعا من بعد ننقص 2 سنتيمتر اللي قالت عليهم. شوفوا معايا مليح كيف هاني نرسم، يعني ما نراطي والو، فهمتوا؟ ماشي محسوب كي ماشي الباترون تاعي ما نخدمهاش، لا لا هذه ماهيش خدمتي انا. هكذا فوالا، هنا نديت القيس نزيد نحط هنا دوك خلاص. يسمى مادام راني عرفت القيس نتاع لو تور كامل راح نزيد هنا دوك، انا ندبر راسي الفوق. خلاص هنا طبعا فوالا وراح نفصلها عادي جدا. هذه القطعة راح تجي هنا، راح تجي هنا هذه القطعة كيما راكم تشوفوا، هاي لي جات سوا سوا. فوالا هنا راح تجي السنسلة وراح نقطع الترتيف نتاعها. راح ندير شريط طويل هكذا ونطويها على اثنين كيما العادة، كيما مالفين نديرو الترتيف. على ماكينة الخياطة ورايحين نبداو الخياطة تاع الوسادة نتاعنا. كيما شفتوني البنات ديت المقاييس على واش جابت لي زبونة، وهنا راني نعلم في الوسط على الوجه والظهر نتاع الوسادة نتاعي. دائما هذه حاجة باينة، شوفوا منين راني نعلم في الوسط، راني نطوي في الوجه والظهر نتاع الوسادة ونعلم الوسط من الفوق ومن تحت. علاش هذه الخطوة البنات؟ باش تدوها كمعيار لبداية ونهاية الخياطة، باه ما تتلف لكمش من بعد مع لا فيرميتور مع السنسلة مع السحاب مع كل حاجة، تجي كل حاجة في بلاصتها. هنا البنات أول خطوة راح نبدأ بها هي لو فولون، راح نجيب الترتيف ولا الفولون تاعي اللي كنت خدمته معكم سابقا شحال من خطرة. هنا أنايا واش ديت البنات؟ طبعا وفضل لي ديت زوج خطرات العرض نتاع القماش تاعي اللي هو 42 و42، لقمت درت قطعة نتاع 10 سنتيمتر طويتها على 2 وحددتها ودرت تكشكيش، يعني خيطت تكشكيش اولا. دائما سبق انا هكذا باه ما نبقاش نضيع في الوقت، ندير الطيات التوعي التكشكيش تاعي الثنيات التوعي وراني رايحه نبدا الخياطه. شوفوا مليح هنا كيفاش بديت البنات، هنا لو فولون دائما نبداه من الاول. ما تقولوليش ما علاه ما بديتيش متشرشيف باش تجينيك شغل تدويره في البدايه. شوفوا معايا راح نحط العرض نتاع الفولون تاعي ونبدا في التكشكيش نتاعي. شوفوا كيف راني نكمش فيه وندور على حساب العرض على حساب المحيط نتاع الوساده. ورايحه نبدا الخياطه، راح نخيطو كامل ساير داير، وكيما بديت راح نكمل هذه الطريقه اللي درتها في البدايه راح نكمل بها في النهايه. هذه هي يعني حاجه سهله التركيب تاع الفولون، راني في الوجه نتاع الوساده نتاعي، راني في الوجه يعني الفولون ندير الوجه نتاعو مع الوجه تاع الوساده
هكذا، هذه اول خطوه انا درتها. ثاني خطوه راح نشوفوها معايا من بعد هي اني رايحه نثبت القطعه التلقيمه اللي شفتهم دايرينها. انا قلت لكم هذا ماهوش الباترون تاعي، نلف الباترون تاعي ما نديرش تلقيمه. اللي عجبتهم هذه الطريقه يديروا التلقيمه كيما راني درتها لكم، وريت لكم الطريقه نتاعها، وراح تخرجكم كذلك خدمه شابه ثاني ما شاء الله. نفس الشيء راح نديرو مع التلقيمة، راح نعين الوسط نتاعها كما راكم تشوفوا، راني درت لها الوسط ورايحة هنا يفيدكم علاش نعينو الوسط. شوفوا معايا راح ندير هذيك وين عينت الوسط في التلقيمة مع الوسط نتاع الوساد نتاعي، وراح نبدا من ثم الخياطه باش تجيني يعني سوا سوا. علاش ندير هكذا؟ نبدا من الوسط البنات باش الزياده الا كانت عندي زياده في التلقيمه راح من بعد نقطعها، ما يكونش عندي مشكل. خير من اللي نبدا من الجوانب ومن بعد نلقى المشكل في الوسط، ما يجينيش كيف كيف ويهرب لي الوسط. فهمتوني؟ يعني هكذا تجيكم خدمه بيان فيني وتكون خدمه متقونه في يماها. بعد ما نخيط هذه التلقيمه عندي طريقه ثانيه، اما نخيطها بلا سورجيتوز ومن بعد تكرونطيها كامل هذيك التدويره، ولا تخيطيها وديري تكرونطي هذيك التدويره عادي. علاش لازم نكرونطي؟ وهنا البنات لي كرونط واش معناتها؟ اننا نديرو قصات صغيره هكذايا ما نلحقوش الخياطه، باش من بعد التدويره تدور معانا عادي ما تجيش مكمشه. فوالا هنايا راح نركب السحاب نتاعي. انا طريقتي في تركيب السحاب كاين بزاف طرق، يا اما هنايا نجيب السحاب ونركب الجهه الاولى ومن بعد نركب الجهه الثانيه، ولا كيما راني رايحه ندير انايا هنايا رايحه نحط الوجه الظهر مع الوجه نتاع الوساده، راح نشدو كامل بلي زيبانغ، ورايحه نجيب حوالي 60 سنتيمتر نتاع السحاب نتاعي بعد ما نلصقلو الجراره نتاعو. وهنايا البنات راح نجي في الطرف يعني نخلي 60 سنتيمتر مفتوحه ونروح نخيط زعما شويه نبعد على الجوانب تاع الخياطه، زعما نخلي 1.5 حتى 2 سنتيمتر، مفهوم؟ 2 سنتيمتر هذوك كيما على بالكم اللي قالت لي نقصيهم نتاع الخياطه. كيما راكم تشوفوا البنات هنا راني نقيس وين ندير الحد تاع السلسله كيما فهمتكم، راح نخليها مفتوحه ورايحه نخيط حوالي 10 سنتيمتر منا ومنا. علاش نخيط هذوك 10 سنتيمتر البنات؟ باه نديرهم يعني كمرجع، نعاود ما نفوتهمش، يعني كي نكون حرك بالسلسله ما نفوتهمش. هذا ما كان يعني ماهيش حاجه كبيره ولا. هنا كيما راكم تشوفوا معايا راح نركب السلسله تاعي، راني من الجهة الداخلية نتاع الوسادة وحطيت يعني الوجه نتاع السنسلة حطيته على الوجه نتاع المخدة. شوفوا معايا البنات، اولا درت قصت يعني منين نبدا ومنين نكمل، لا دائما في السنسلة وفي الوسادة، وراح نخيط الجهة الاولى ومن بعد نخيط الجهة الثانية، وهكا راح تكون السنسلة واجدة حاضرة ناظرة. هذه هي بعد ما نكمل تركيب السنسلة راح نكمل نغلق الوسادة نتاعي عادي جدا جدا. تقولوا لي الدنيا علاش درتي لنا هكذا يا خفيف خفيف ومنا ومنا؟ البنات انا دائما نقول لكم باللي ما كاش حاجه مستحيله في الخياطه، هذا هو العنوان تاع الفيديو، يعني انا نشد الحاجه اللي كاين مالغري ماشي الباترون تاعي جابوا لي حاجه من برا وقالوا لي خيطي لنا عليها. اذا شديت الخياطه كسرت راسي، شفت من شحال من قطعه راهي متكونه هذه الوساده، حللتها وراني نخيط على حسابها، وطبعا خرجتها كيما هي. فهمتوني؟ فهمتوا الهدف من لا فيديو؟ يعني اتحداو الكسل وتحداو نفسكم، ما تقوليش مستحيل، ما تقوليش ما نقدرش نخيط ابدا، كل حاجه نقدروا لها باذن الله ما دام عندنا الحب العامل وعندك يديك عندك مخك. ربي رزقنا بكل حاجه اللي نقدروا نخدموا بها ونبدعوا بها ونبتكروا بها، ما تقوليش كامل مستحيل. هكذا كملوا معايا لا فيديو حتى للاخر، اكيد راح نشوفوا الشكل النهائي، وطبعا راح ندير لكم الباترون تاع الوساده في المرات المجينه ان شاء الله. وهذه هي.
راكم تشوفوا فيا كيفاش راني نكمل في الوساده. البنات هنا حذاري وين كاين تدويره في الخياطه، احترموا التدويره وروحوا معاها بتدويره. حذاري انكم تخيطوا التدويره على شكل مضلع، فهمتوا؟ باه يخرج لكم الشكل شباب، روحوا معاها غير بالعقل. وكيما لحقت هنا للتلقيمه هذيك راح نحترم التلقيمه ونروح معاها. شوفوا اني خيطت الجهه الاخرى وين لحقت للتلقيمه حبست، زدت خيطت الجهة الثانية وين لحقت للتلقيمة حبست. التلقيمة راح نخليها للآخر باش إلا جاتني زيادة راح تروح يعني زيادة وخلاص. هنا جينا للتلقيمة هذيك، راني درت الوسط نتاعها اللي علمته مع الوسط نتاع الظهر تاعي اللي كنت ثاني علمته، ورايحة نروح بالخياطة. وهكذا حاضر ناظر في النواظر. أنا وجدنا كلش. وما ننساش طبعا كي نكمل الخياطه راح نكرونطي كذلك هذا الجهه باش ما تجينيش الخياطه مكمشه. وخلاص الان راح نشوفوا معايا الشكل النهائي في الاخير. وخرجت يعني طبق الاصل، برك ناقص عليها ب 2 سنتيمتر كيما طلبت الزبونه نتاعي. فوالا فوالا، هذا هو الشكل النهائي نتاع وساده الرضاعه اللي كنت نقلتها من وساده اخرى. وطبعا هنا مازال ما حددتهاش، برك تقلقت اني نصورها لاخاطش كنت نصور في الليل وخيط في الليل. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تكون افدتكم ولو بالقليل من هذا الفيديو، باش نقول لكم تشجعوا تشجعوا والى الامام سر. طبعا ما كاينش حاجه مستحيله في الخياطه البنات. نقول لكم شوف الدنيا معمره خيوط. نقول لكم في الاخير ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس بيوصلكم كام جديد نتاعي فضلا وليس امرا. ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيو قناتي مع ناسكم واحبابكم. نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم، تلاقاو في ساعه الخير في وقت ما خير ان شاء الله. ما تنساوش خلوا لي تعليقاتكم الشابه كيما نتوما يا الشابات والعضلات نتاعي. الى اللقاء.